هل عندي فلانة بنته يعني شوي تعدى سنها الزواج، كبرت شوي، وتقدم لي رجل يوم اتصل علي عرف بنفسه، عرف بمكانته العلمية الاجتماعية، ثم بيّن أنه وده يتقدم للبنت ووده يجلس معي. يقول أنا الحقيقة يوم عرف بعمله وشغله ارتحت له، رجل يعني له أثر مجتمعي وكذا، وقلت والله يحييك وجلست أنا وياه. يقول يوم جلسنا وبدينا نسولف أنا وياه وقال لي أني أبى أتقدم للبنت وأحب أقول لك أن زوجتي تعبانة وأنا وياه ما حنا بوحليلنا شوي وهي كبيرة ويعني أنا عمري عطاه عمر واموري زينة وبعطيه سكان، يعني الكلام المعتاد. يقول سبحان الله العظيم ما أدري وشلون، يعني كتب الله وقلت يسر الله. يقول شاورت البنت، شاورت أمه وتقل سبحان الله ومرنا، دقيت عليه قلنا توكلنا على الله. يقول ولا دقيت عليك أنت، يعني أنك يقول أدري أن عندك بعض المرات تحفظات لأني بينه وبينه موانه بالحين. يقول جينا وعقدنا والوضع طبيعي، وقلت له ودنا يعني ما نستعجل بالزواج والبنت يعني تبي تجهز وكذا. قال بس شف تري أنا شرطي ما يصير زواج يعني عام ويبي يكون مختصر. أنا استغربت يقول من كلامه. المهم يقول بدأ يتصل على البنت ويسولف وياه. يقول البنت تقل صار عنده ثاني حال، أو تقل جاه أخبار تتناقض مع الكلام اللي سمعناه عنه أو الكلام اللي هو قاله عن نفسه. وتفاجأت أنه اتصل علي وقال لي نبي نبتسر بالزواج، نبي نستعجل به. يقول أنا قلت وغدينا ما نستعجل، البنت ما لها رغبة. يقول مرة بعد حديثي أخذين حنا شاليه أنا والبنيات، هو أقول لكم ما له علاقات مع الناس، محدود علاقات، رجل طيب مخموم القلب، شيء غريب يعني ما شاء الله تبارك الله. يقول يوم دريت يوم دق علي قال لي أنت وين أنت يا أبو فلان؟ يقول قلت وطالعين حنا والعيال الحين بالشاليه. يقول قلت أنت وين أنت؟ قال أنا طلعت وبجيهم إن شاء الله عقب الأخير. قال وين هو أبو الشاليه؟ يقول أنا استغربت، قلت بك المكان الفلاني. قال لي أنا بس معي غرض بسيطة بنزله عند الشاليه ودي فلان تأخذه. يقول أنا والله أني انحرجت، حتى الرجل هو حي ذا رفيقنا يعني على الجيل الأول الطيب بالحيل محسن ننظم مرة. يقول وأنا أدق على العيال قلت ترى الرجال بيجي، هو دق بعد على زوجته لأنه معقود له، وقال ترى قال اللبوت وخليت عند الغرفة اللي بداية الشاليه. البنية من طيبة لكنه ذهينة يعني ما شاء الله نبيها البنت، وراحت وجلست عندها. جاء الرجال كان معه هدية رمزية ودخل بالغرفة وأساء الأدب يعني بشكل افتراس. المهم البنت كأنها صرخت أو رفعت صوتها وصاروا حولها، المهم أنه طلع شاف أن الوضع مو بطيب وطلع. البنت بعد ما جاء أبوه قالت يبوه خط خطين ومحث ثالث، مستحيل أدخل على هذا الرجل. وش اللي صار يا بنيتي؟ قالت اللي صار كذا كذا كذا، والبنت انهارت بشكل غير طبيعي. وأنا والله يا أبو عبد الله أن تقفلت الدنيا بوجهي. يقول دقيت عليه قلت يا أبو فلان يا يعني حتى سميته بشهادته العليا وش اللي صار؟ قال هذه زوجتي وانت مالك شغل. يقول المهم انه تكلم كلام لأول مرة اسمه الحمد لله، وأننا ترانا نبي الزواج قريب. وأنا والله يا أبو عبد الله ضيقة بي يسولف علي، يعني البنت الآن بصدمة ولا أدري وش أسوي.
يعني حتى وهو يتكلم يعني عجز يمسك نفسه انهار. فالحين متألم والبنت قالت لا أبي زواج ولا أبيه ما دام هذا وضعه قضينا. قلت له أبو فلان وسع صدرك، من هو فلان ذا؟ قال لي فلان الفلاني. أنا الاسم مهو بغريب علي. قلت له عطني يومين بس عشان ما استعجل بالكلام. عقب يومين اتصلت عليه قلت أبو فلان ولمك هوك ترى جايك. قلت أبعطيك العلم الآن عشان تكون الصورة لك واضحة، والحمد لله أن الأمور جت على هالوضع. هذا نعمة. أيه. قال خير إن شاء الله. قلت أولا الرجل معه 3 حريم، هذه أول كذبة وكذب. اثنين سب أم عياله، وأم عياله تسوى وزنه ذهب من العائلة الفلانية وأنا أدري، ومريضة وشايلته من تحت رجلي الله يعزكم المجلس والسامعين. 3 قال لكم العمر الفلاني وهو تراه دبل العمر، مو بهذا عمره. الرجل يقول لي أبو عبد الله شوي شوي يعني أنت. قلت أنا أتكلم هالكلام، أنا ما قلتك بيومين إلا أنا بتأكد وإلا عندي طرف منها. قال طيب وش الرأي بعد؟ قلت الرأي خلوا عندي يبي سهل الله. وجي واتصل عليه فلان سلام عليكم السلام، عرفته باسمي، سولفت أنا وياه شوي، هو له يعني قيمة وكذا. يا فلان أنت خطبت من العائلة الفلانية وعقدت وزوجك وكذا وكذا، لكن أنا بعطيك إياه بالمختصر المفيد، البنت ترى ما لها رغبة، وترى أبوه مثل الأخو، صحيح أنه أكبر من لكن أنا أعتبره أخو، أنا أخوه الصغير. قال طيب وش المطلوب؟ قلت المطلوب أنك غشيت ولا صدقت، والبنت بحالة صدمة، وأنت لك قيمة اجتماعية، ومعطيك الله من المال، واستغليت طيبة هذا الرجل. قال كل كلامك ذا غير صحيح. قلت شوف عموما ترى البنت ما لها رغبة، والوضع يمكنه قد يصل للجهة الرسمية وزارة العدل، وأن تحافظ على سمعتك، ما أنت مزوم. أخذ وأعطى وطلب أنه يقابلنا، وقابلته وجلست معه وسولفنا. والرجل طبعا شوي عنده نرجسية ولهم معترف بخطأه، وقال أنا أبي مهري. قلت شوف أما المهر فأنا من ببفتيك ولا بعطيك رأي، ترك خليت بالبنت، أنت خليت بالبنت، واتق الله بما فعل. وشف والله العظيم يا فلان إني مشفق عليك من دعوة هذا الرجل وبنته. الرجل ترى يبكي عندي، ودمعة الرجل ترى حارة وغالية، ولا يبكي الرجال إلا لأمر عظيم. ترك اللي سويته ستجد في نفسك وفي ذريتك. طبعا أنا أختصر الحوار اللي بيه، أنهى الزواج وطلق البنت وأخذ منهم جزء يسير من المبلغ، لأنه أصلا هذول حتى أمورهم المادية شوي محدودة. أنا أقول رسالة للجميع، أولا لكل رجل يتقدم لعائلة أعطاه الله شيئا من المال، أعطاه الله شيئا من الجاه، اتق الله، اتق الله، واتق الله بخداع الناس اللي قد تغتر فيك. فمهما حاولت خداع الناس فالله عز وجل مطلع على نيتك. الرسالة الأهم وهي رسالة لأولياء الأمور، وبيكون كلامي في جرأة وأتحمل مسؤولية كلامي، إياك أن تقيم الخاطب على منصبه أو على جاهه أو على ماله أو على مسماه. انتبهوا يا جماعة، لا قال الدكتور الفلاني أو قال الشيخ الفلاني أو قال العالم، اترك هذا الكلام. ابحث عن القيم، القيم لا تصنعها الشهادات. اسأل عن سلوكه، اسألوا عن عياله، اسألوا عن مجتمعه، اسألوا عن صفاته. الشهادة هذه ورق نعم نور على نور، وتعطي الإنسان قيمة وتعطي الإنسان زيادة مكانه، لكن ليست هي المحك. لا تبنوه بحيث أنك ما تنصدم، لا تقول والله فلان أنا والله عقدت لفلان لأنه كذا وشلون صار كذا، لا، لأنك أنت ربطت القيم والأخلاق بالشهادات، وهذا خطأ. ابحث عن أخلاق الرجل، وابحث عن تصرفاته، وابحث عن سلوكه، وابحث عن سمعته الطيبة عند الناس، ثم إذا انتهيت من هذا الجانب وصار إيجابي، ما جاء فوقه هذا على ما قال يجمل الحال أكثر وأكثر.